إعداد استراتيجية شاملة وطويلة المدى لتطوير قطاع الطاقة تمشياً مع برنامج الحكومة المعد حول تطوير الكهرباء وإصلاح وإعادة هيكلة وتحسين الشركة الوطنية للكهرباء صوميليك من جهة، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي عصري من جهة أخرى. في هذا الإطار إذن تندرج أعمال هذه الورشة المعدة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمدونة الكهرباء والمنظمة من قبل وزارة البترول والمعادن والطاقة بدعم من الاتحاد الأوروبي. يشمل المشروع المدونة من بين أمور أخرى على ما يلي: استكمال أهداف الإطار التشريعي عبر تحسين الخدمة العمومية للكهرباء لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز كهرباء الريف والانتقال الطاقوي من أجل تطوير إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، دمج تخزين الطاقة الكهربائية في الأنشطة المشمولة بقانون تنظيم القطاع نظراً لما تمتلكه من أهمية في تحسين أداء النظام الوطني للكهرباء، وفتح مجال شراء الطاقة الكهربائية أمام المنافسة لصالح فئة جديدة من الزبناء النهائيين المؤهلين للتزود بالمباشر باحتياجاتهم من قبل المنتجين باختيارهم، موائمة القواعد الوطنية لتبادل الكهرباء عبر الحدود مع تلك المطبقة في الأسواق الإقليمية سوق المغرب العربي وسوق المجموعة الاقتصادية لدول قرب أفريقيا، تبيان العلاقات بين الهياكل المسؤولة عن إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختلف الهيئات المعنية العمومية المعنية، وتشجيع ولوج المنتجين الجدد للكهرباء النظيفة للأسواق ومراقبة التقدم المحرز في مجال الانفتاح التدريجي للسوق الكهرباء، تبيان الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التحكم في الطاقة وترسيخ مبدأ الفصل بين القطاعات المختلفة لأنشطة القطاع لمنع الدعم المنافي للمنافسة. رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ببلادنا السيد جونز غوليوم أوضح في كلمته بهذه المناسبة أن الاتحاد الأوروبي سيعزز الشراكة الوثيقة القائمة بينه وبلادنا خلال السنوات القادمة في مجال الكهرباء، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي في إطار البرمجة الجديدة للفترة 2021-2027 سيواصل تعبئة المساعدات الفنية اللازمة ومواكبة الحكومة في تنفيذ الإصلاح وتطوير الكفاءات الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة من خلال أدوات تمويل متنوعة ستمكن من تعبئة الاستثمارات العمومية والخصوصية. فعاليات هذه الورشة شملت عرض فيلم عن أهداف وآليات تنفيذ مشروع مدونة الكهرباء، ويعول على القانون الجديد ونصوصه التطبيقية في إحداث تحول كبير بقطاع الكهرباء والدفع ببلادنا نحو آفاق جديدة في هذا المجال.